الترجمة الأدبية قصيدة شكسبير رقم 18. تعددت ترجمات هذه القصيدة كما تعددت مع رباعيات الخيال، وقلنا أن السبب يرجع إلى أن العمل الأدبي هو عمل نهائي، أما الترجمة فقد تختلف من شخص لآخر حسب فهمه وحسب الزمان وحسب المكان. ولنستمع إليها أولاً. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. أول ما يلتفت إليه المترجم هو القافية. قد يلتفت البعض إلى وزن القصيدة، ولكن أغلب المترجمين يحافظون على قافية القصيدة المترجمة لتمييزها عن الكلام المنثور. إذا نظرنا إلى قافية هذه القصيدة لوجدناها أنها يتشابه أول حرف فيها مع ثالث حرف A B A B C D C D وهكذا حتى نصل إلى البيتين الأخيرين فيتشابهان. أما في اللغة العربية فالقافية في الشعر العربي لها نمط ونظام آخر، فهناك من ينهي أبياته بحرف، وهناك من ينهي أبياته بحرفين، وهناك من يغالي ويقدم ثلاثة أحرف كما فعل أبو العلاء المعري في لزومياته، وفيها لزوم ما لا يلزم. والآن نتناول كيف تمت ترجمة هذه القصيدة. من ذا يقارن حسنك المغري بصيف قد تجلى، وفتون سحره قد بدت في ناظري أسمى وأغلى. تجني الرياح العاتيات على البراعم يجذلا، والصيف يمضي مسرعا إذ عقده المحدود ولا. كم أشرقت عين السماء بحرها تتلهب، ولكم خبى في وجهها الذهبي نور يغرب. لا بد للحسن البهي عن الجميل سيذهب، فالدهر تغيير وأطوار الطبيعة قلب. لكن صيفك سرمدي ما اعتراه ذبول، لن يفقد الحسن الذي ملكت فهو بخيل. والموت لن يزهو بظلك في حماه يجول، ستعاصرين الدهر في شعري وفيك أقول. ما دامت الأنفاس تصعد والعيون تحدق، سيظل شعري خالدا وعليك عمرا يغدق. فطين النائب شاعر من العراق، وترجمها محمد عناني. ألا تشبهين صفاء المصيف، بل أنت أحلى وأصفى سماء، ففي الصيف تعصف ريح الذبول وتعبث في برمات الربيع، ولا يلبث الصيف حتى يزول، وفي الصيف تسطع عين السماء ويحتدم القيظ مثل الأتون، وهكذا. وإذا انتقلنا إلى جبر إبراهيم جبر، أبي يوم من أيام الصيف أشبهك، لأكثر جمالا أنت وأشد اعتدالا، فالرياح العتية تجني على براعم آيار الحبيبة. ثم عبد الهادي تميم، ألا تسمحي أن أقارن حسن سناك بذاك البهاء، بصيف جميل بيوم بهي وفيه نماء وفيه ضياء، وفيه البراعم جزلة بريئة تخشى الرياح رياح بلاء. وجدتك أكثر لطفا ودفئا وأحلى نضار وفيك وفاء، فإن الجمال يظل لطيفا ويسكن حول الوضاء النقاء، وكل وسيم سيفقد حسنا لأن الطبيعة فيها الفناء.
أما بكري عزام، من ذا تجرأ بالمها تمثيلا؟ ما للثريا والهلال سبيلا؟ مهما جنت منك الشموس بحرها، بشرورها هي لن تنال فتيلا. يا وردة في الشوك زاد جمالها، وبقاؤها بين الفصول طويلا. هذا الجمال عن الخلائق راحل، ووجودها فيهم يظل رحيلا. لكن حسنك للوجود مصاحب، في كل يوم زاده تجميلا. أما يؤي العزيز فقد خرج عن الوزن والقافية وقال: هل أشبهك بيوم ربيع جميل؟ أنت أجمل صفة وأكثر اعتدالا، في الرياح العاتية قد تهز براعم أيار اليانعة، وفصل الربيع قصير، إن شمسه في بعض الأحيان قاسية أو كئيبة تكسوها الغيوم. ونختم بترجمة عبد الرحمن السيد: هل أنت فصل بحسن بدا، بل أنت حسن له أجهدا، فليس جمال الفصول يدوم، وكل لمبلغه موعدا. بصر يجدد عهد الذبول، وحر يبدد قطر الندى، فلا بد للحسن أن يضمحل بعف الزمان وكف الردى. وأما جمالك كساه البهاء، مقيم مدى دهرنا سرمدا. لو تناولنا هذه القصيدة وكيف تمت ترجمتها، للاحظنا أن هذه القصيدة بدأت بالخروج عن المألوف، وشبهت المحبوب بيوم من أيام الصيف Summer's Day. واختلف المترجمون في نقل هذه الصورة، ففي ترجمة فطين النائب نجد أن هذه الصورة أيضا خرجت عن المألوف في اللغة العربية: من ذا يقارن حسنك المغري بصيف قد تجلى، فشبه المحبوب بيوم من أيام الصيف. وقد يكون هذا التشبيه له علته وأسبابه، ولكنه قد يختلف من بيئة الأخرى، فأيام الصيف في بعض البيئات قد تكون محببة وقد تكون غير محببة. وقد حافظ على هذه القصيدة والخروج عن المألوف محمد عناني أيضا: ألا تشبهين صفاء المصيف، وأيضا جبرة إبراهيم جبرة، أبي يوم من أيام الصيف أشبهك. أما عبد الهادي تميم فقد قدم وصفا لأيام الصيف لتقريبها وجعلها محببة أكثر للقارئ. وإذا انتقلنا إلى محاولة أخرى في نقل هذه الصورة غير المألوفة، نجد أن يؤي العزيز غير أيام الصيف إلى أيام الربيع. هل أشبهك بيوم ربيع جميل؟ وهذا ما يسمونه في الترجمة domestication، وهو التوطين، حيث يختار المترجم صورة مشابهة لهذه الصورة الجمالية التي قصدها الشاعر، يمكن تغييرها إلى ما يناسب البيئة المستقبلة. أما بكري عزام فقد خرج عن هذه الصورة تماما، وقدم نمطا آخر متبعا في القصائد العربية القديمة، وهو استخدام المها للرمز إلى الجمال. أما عبد الرحمن السيد فقد قدم صورة مغايرة، قدم صورة محايدة: هل أنت فصل بحسن بدا، بل أنت حسن له أجهدا. هنا يمكن للقارئ، فإذا كان الصيف جميلا فهمها، وإن كان الربيع جميلا فهمها في هذا السياق. وننتقل إلى سورة أخرى: Rough winds do shake the dulling buds of May. التزمت فطين النائب بالصورة الجمالية المقصودة في قصيدة شكسبير: تجني الرياح العاتيات على البراعم هجلا. ولكنها أغفلت شهر مايو الذي يحدث فيه هذا الأمر، حيث أن Rough winds do shake the dulling buds of May، هذا الشهر مايو أو آيار تبدأ فيه الزهور بالتفتح، فأغفلت المترجمة
هذا الشهر، وأشارت إلى المعنى. واستبدل محمد عناني هذا الشهر بكلمة الربيع، وهو شهر مايو يقع ضمن الربيع. واستبدل محمد عناني هذا الشهر بالربيع. أما جبرة إبراهيم جبرة جبرة أما جبرة إبراهيم جبرة فقد حافظ على السورة نفسها، وقد يكون هذا وقد تكون هذه المحافظة على تلك السورة غير محببة للقارئ العربي، حيث أن شهر مايو شهر أيار هو بداية الصيف في البلاد العربية، وفيه ما فيه من قسوة الجو وبداية تغير الجو من الربيع إلى الصيف. أما بكر العزام فقد غير صورة الرياح العاتية إلى الشموس، حيث وجدها أكثر شيوعا في البلاد العربية، لأن هناك بلدان لا تشكو من هذه الرياح العاتية على مدار العام. وهذا هو طبع ترجمة بكر العزام، حيث غير كل الرموز الثقافية في القصيدة إلى ما يمكن أن يفهمه القارئ العربي. غير رمز للجمال بالثريا والهلال، ثم ذكر الحجاز ونخيل الحجاز في ترجمة سولونج أزمان كان بريذ وآيز كان سي، ترجمها ما دام في أرض الحجاز نخيلة. وشكرا لكم.